قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على دينا وطمننا على حاله الطقس وكمان نشوف احوال الشوارع دلوقتي في ساعات الصباح الاولى عامله ايه بالاضافه الى اسعار الذهب والعملات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا هدير. صباح الخير والسعاده على كل مصين في كل مكان. دلوقتي فعلا هطمنكم هو حاله الجو النهارده للاسف في ارتفاع في ملحوظ في درجات الحراره كم يوم تقريبا كل يوم في درجه وهيستمر معانا لاخر الاسبوع. خلاص احنا في فصل الصيف يعني خلاص قربنا منه جدا. كمان يوم الاثنين بيبقى من ازحم الايام في الاسبوع. صحيح صحيح وده اللي بنشتغل فيه انا وانت على طول. دلوقتي تعالوا نستعرض معاكم جوله سريعه عن احوال المرور وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات. دلوقتي طبعا الناس بدات تنزل وزي ما بنقول ان يوم الاثنين بيكون في كثافات مروريه ملحوظه على معظم المحاول في القاهره والجيزة. خلونا نبدأ جولتنا من القاهرة وطريق الكورنيش. في بعض الكثافات المرورية عند المظلات ثم بيكون في سيولة مرورية بتقل بعد كوبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع حتى ميدان التحرير. واللي مكمل في طريق الكورنيش ناحية المعادي وحلوان في سيولة مرورية. الطريق من كوبري اكتوبر المتجه لمنطقتي الاسعاف ورمسيس هنلاقي كثافات مرورية متحركة. اما اللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه غمرة والعباسية ومدينة نصر في برضه كثافات مرورية لكن بسيطة زي ما حضراتكم شايفين. بقى لو رحنا إلى طريق صلاح سالم في بعض الكثافات البسيطة اللي لو كملنا لحد الآخر هنلاقي إن الكثافات بتقل وهيبقى في سيولة مرورية ملحوظة بتوصل لحد نفق الطيران. بعد ما بنوصل للنفق هنرجع مرة تانية الكثافات المرورية عند تقاطع صلاح سالم وكوبري المرغني. أما مطلع المقطم المتجه لمحور صلاح سالم مغلق حتى منتصف أغسطس بمعرفة الإدارة العامة للمرور وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدءا من محور صلاح سالم والأوتوستراد. أما بقى الطريق الدائري فهنلاقي فيه غلق جزئي بسبب أعمال توسعة الطريق للقادم من المرج تجاه السلام وبالوصلة من منزل الطريق الدائري تجاه شارع السادات وحتى مطلع الطريق الدائري وده كان هيكون من طريق جالاكسو والمدة ده هيكون لمدة شهر. ومن جانبها طبعا الإدارة العامة للمرور القاهرة بتقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وده لضمان أمن وسلامة المواطنين. نكمل جولتنا معاكم بشوارع الجيزة. في غلق كلي لطريق البراجيل أمام حركة المرور تحديدا في الاتجاه القادم من اسفل الطريق الدائري اتجاه مناطق كوبري المطار ومحور احمد عرابي وده حتى الانتهاء من اعمال انشاء محور 26 يوليو الجديد وهيتم اجراء بعض تحويلات المريه. حركه سير العربيات اللي جايه من مناطق اسيم واسفل الطريق الدائري وبترغب بالسير اتجاه كوبري المطار ومحور احمد عرابي تقوم بالدخول الاتجاه الاخر القادم من كوبري المطار ومحور احمد عرابي قبل منطقة الغلق بعد استحداث فتح الدخول بالجزيرة الوسطى وتحويل الاتجاه الآخر إلى اتجاهين لحركة المرور. وطبعا في خدمات مرورية يعني معينة وفي كمان كاميرات مراقبة لمنع التكدس المروري. هنكمل جولتنا من محور 26 يوليو القادم من أكتوبر وفي كثافات مرورية كبيرة قبل الدائري وحتى ميدان لبنان. أما المحور المتجه إلى أكتوبر في بعض الكثافات لكنها بسيطة ناتجة عن أعمال التوسع اللي بتتم في المحور وكمان أعمال إنشاء القطار الكهربائي الخفيف. في كثافات مرورية على كوبري 15 مايو في الاتجاهين لكنها كثافات متحركة وبتظهر أيضا كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان لكنها متحركة ونفس الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وكمان بتظهر كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي ده بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة. أما محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة المتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات كمان بمحيط كوبري أحمد عرابي ده بسبب الإصلاحات. بالنسبة لشارع الهرم بيشهد ظهور كثافات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومذكور والعريش والطلبية لإنشاء محطة مترو وبتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات بسيطة من شارع العشرين حتى الطلبية. في كمان كثافات عالية المتجهة إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وكمان بتظهر كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. نروح لمحافظة القليوبية والقادم من السلام وموقف العاشر متجه لبنها بيفضل طريق شبرا بنها الحر
اللي بيشهد سيولة مورية حتى تقاطعه مع الدائرة الإقليمي. أما القادم من شبرا بنها متجه إلى منطقة شرق القاهرة يكمل أفضل في محور العصار حتى منطقة المطرية والحلمية وميدان روكسي. الطريق الزراعي القديم بيشهد كثافات مورية قبل الطريق الدائري بتزيد تحت الطريق الدائري حتى كوبري ألمة، ده بسبب أعمال التوسعة وإنشاء كوبري دوران للخلف. في أيضا كثافات بسيطة قبل ميدان المؤسسة، لكن اللي رايح اليوب في الطريق هناك بيشهد سيولة نسبية. ولو كملنا لحد محكمة اليوب في سيولة مرورية واصلة لحد طريق اليوب القناطر الخيرية. مكملين معاكم جولتنا المريه وهنروح اسكندريه. هلاقي كثافات بسيطه موجوده في بعض الطرق، وهلاقي سيوله مريه كبيره عند محطه الرمل واصله لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات مروريه متقطعه ونسبيه واصله لحد طريق الحريه. وفعلا لو كملنا كمان في نفس الشارع هلاقي فيه كثافات مروريه اخرى واصله لحد محرم بيك والشارع عبد القادر الغرياني. بالنسبة لطريق الكورنيش في كثافات مرورية متقطعة عند كوبري ستانلي ومنطقة ميامي، ولو رحنا عند محيط الجامعة في بعض الكثافات المرورية. خدناكم في جولة عن أحوال المرور في شوارع القاهرة الكبرى وأيضا بعض المحافظات. تعالوا دلوقتي نتابع معاكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. هنبدأ من الدولار الأمريكي، وسعر البيع 18.67 جنيه وسعر الشراء 18.59 جنيه. اليورو 20 جنيه وقرشين للبيع، 19.93 جنيه للشراء. جنيه الاسترليني 23.33 جنيه للبيع، 23.22 جنيه للشراء. فرنك سويسري 19.40 جنيه للبيع و 19.31 جنيه للشراء. اليوان الصيني 2.80 جنيه للبيع، 2.79 جنيه للشراء. الريال السعودي 4.98 جنيه للبيع، 4.95 جنيه للشراء. دينار إكويتي 61.04 جنيه للبيع و 60.74 جنيه للشراء. الدرهم الإماراتي 5.08 جنيه للبيع و 5.06 جنيه للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 866 جنيه، عيار 21 سجل 1010 جنيه، عيار 24 سجل 1154 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب وصل ل 8096 جنيه. ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وكمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 28 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.